كنت معتقلة عند النظام تاريخ الاعتقال 2013. ضليت بالاعتقال لمدة 5 شهور. تعرضت لأنواع التعذيب، من كهرباء، من قتل وجلد، من دولاب، من مسبات، جميع أنواعه. تحولت من بنياس، حولوني على الشام، وبالشام كمان ضليت هونيك على فترة تحقيق 2.5 شهر، وبعدها الحمد لله طلعت. طلعت لقيت أهلي وجوزي وإخواتي الحمد لله، وجوزي تقبل فكرة أنه أنا كنت بالسجن وطلعت لعنده، يعني ما حكى أنه شيء يعني. والحمد لله يعني على كل حال لقيتهم كلهم بخير وطلعت. انتقلت انا واهلي، طبعا طلعوا اهلي قدامي وبعدين انا بعدهم. بعد التهجير والقصف اللي صار علينا ما ضل عندنا بيوت ولا ضل عندنا شيء، فجينا ساكنين نحن بالمخيمات. ساكني أنا وزوجي وخمس أولاد معنا، أنا عندي 5 أولاد، والحمد لله يعني هذا قضاء الله وقدره على الجميع.